يا رب. اول ما تفوتوا على البرنامج عشان بستعمل البرنامج هون بكون عندكم كيف صوت بتحولوا هاي تنسوش. نيجي على نيو نيجي على الشن هذا شغال شغال. طيب نيجي على الشل نختار الدوم وين كلمة سفيريكال دوم بطلب مني الراديوس هذا قديش منا 7.5 بطلب الزاوية 53.13 بطلب عدد الأجزاء أنجولا اللي هي قلنا 20 إحنا عنا بطلب عدد الأجزاء إحنا نقول له 4 خلاص هيدا هو فيش إشي ناقص لا إن شاء الله هي ما عدد هي هيك رسمها هلا أنا بدائم الجريدس هذا أوضح لي أو شو أتأكد أنا رسمته صح ولا غلط هي إديت جريد موديفاي هايد انا بس هي القبه هذه خليت لو جيت لهذه النقطه قلت له لوكيشن الزد صفر هذه لوكيشن هي ثلاثه لازم هي لازم هو شو بده يعطيك الثلاثه والسته بس ها لا لا هو هذه في السؤال او في المعماري اللي بيعطي ثلاثة ايش قبه كاملة؟ اذا قبه كاملة هي اريح الزاوية بس بتصير 90 هذا قديش هي زي ما اعطاني اياها لازم تتاكد منها دائما انه زي ما هي هي, ما هي مش من المدخلات الثلاثة بس هي بتدخل في الحسابات هذا هو هلقيت بدنا نعرف المقطع زي ما بقينا نعرف بالايتابس لما نيجي ناخذ ليش الكومبوزيت ايش بقول له ديفاين بقول له سكشن بروبرتيز فريم بقول شيء امبورت انا ما بعرف على النسخه اللي عندكم بهذا الشكل اذا ما لقيتش الاوتو ليست اذا الاوتو ليست مش موجوده معناته انت لازم توجدها كيف توجدها انا بدي اقول له تيوبس انا بدي اياه يكون نوع تيوبس بجي على هذا الموجود في التيوبس اللي هو كود الامريكان انستيتيوت فور ستيل كونستراكشن بقول له اوبن هذول هم هي من التيوبس قد ما بدي بقدر اخذ منهم هو يفضل انها تكون مربعات يعني 3 انش في 3 انش او 2 انش في 2 انش بس انا كلهم راح استدعيهم او لحد ال 6 انش راح استدعي لحد 5 هي 5 هي شيفت وهي لحد الخمس انش هي استدعنيهم لما اقول له اد نيو بروبرتي شو بده يطلع عندي الاوتو ليست الفيرجن الحديثه يمكن فيها جاهز الاوتو ليست هذا 15 الساب اللي عندي نازل انا هلا على الكمبيوترات يمكن نزل 15 بس او 15.1 هي اوتو ليست بجي بضغط بهذا الشكل راح اسميها اوتو راح اختارهم كلهم كمان مره هذه تنسوش تختاروها هقول له اد شوف المقطع اللي معرف عنده اسمه اوتو طيب هعرف المقطع هذا ازاز فشو لازم احوله اساين اريا سكشن نون لازم هي كله تحول لنون هلقيت بدا ارسم بالستيل زي الاستاد برو برسم واحد وبكرر الباقي لا نان ملوش استفنس الازاز بقوي المنشا ولا بقويهوش؟ بقويهوش هلقيت برسم بهذا الشكل اوتو هي جاهزه
هذا بدي اياه مستمر انا. هاي واحد اثنين ثلاثة وهاي السنتر. هاي انتر. المنبر نفسه بيكون متصل من بعض متصل هذا. هذا قطعة واحدة بده يكون، هذاك بده يكون بن أو بتسوي له ريليز، يا إما بتيجي من هون بتسوي بن يا إما بتسوي له ريليز. هون ما فيش إشي. ماشي. بدك تتأكد إنه أنت مسوي ريليز. وين هذا؟ ديسبلاي لاين ريليز. قالوا لي مسوي له ريليز. هذولا. هذولا مستمرات. شو يعني ريليز؟ انه فيش عزم، يعني وظيفتهم انا مسؤول عن تحمل العزم. المنبر هذا شو هو هدفه؟ بس بريسنج، بس بريسنج. البزنة حطيتها او ما حطيتهاش مش راح تتحمل اشي. ليش مش راح تتحمل اشي اللي هوني؟ لانها بتوين تو سبورتس، يعني فيش displacement. ما فيش displacement معناته فيش قوة. سواء رسمتها هي يعني في الواقع بنفذوها يعني، بس سواء رسمتها ولا ما رسمتهاش قديش رح تطلع القوة اللي فيها؟ صفر. تمسكش اشي؟ ما فيش support. بعدين في support يعني تصور، مش مقتنع. هو بدك تصورها، تصور انه عندك جسر هيك وقاعد بتسلط قوة هوني، او بتسلط قوه من هون. شو بدك تسلط قوه في الجسم؟ ولا ايش؟ روح على الصبور. رسمتها برسمتهاش كل واحد. طيب هيدا اعلمهم هدول واسوي لهم ربليكيت. هدي لا عني. هل ايت وجبة ايديت؟ ما فيش خلص. هي صح كلامك والله. لا هون ما حطينا هيسي. طيب هي ايديت. بعدين بجي بقول له ربليكيت راديال ربليكيت. هون بيسالني عن العدد. ليش 20؟ هم اذا الاشي مسكر العدد القطاع نفس عدد اللاينز، بس في واحد قديش بدهم يصيروا؟ على كل حال اذا ما زبطتش بتجرب، مش مشكلة. لا لا هذه زاوية انكريمنت. شو يعني زاوية انكريمنت؟ 360 على 20 قطعة، يعني 18 الزاوية هون لازم. والله ما بفهمش البرنامج، تاخذوش بارلل تو زد. بارلل تو زد خلص هذا هو. اذا ما زبطتش معي هلقيت. بدي اشوف السكيشن انا. في عندي لاين سكشن عشان اتاكد انه هي 100%. هي بيعطيك السكشن. نبدا نسلط الاحمال. هلقيت الديد لود لحاله بحسبه، فيش الا الكورجيتد شيت. اذا حابب تسلطها سلطها، مش حابب مش ضروري، وزنها خفيف كثير. اصلا هذا ازاز يعني، او بحابب تسلط الازاز سلطه، مش حابب ما فيش مشكله. هو يفضل انك تسلطه، مش رح نسلطه احنا. كثافته على كل حال 27 الازاز، زي الصخر كثافته. طيب هلقيت شو بدي. خلينا اول شيء نسلط البنت. معناته شو لازم اروح اعرف؟ لازم اعرف اللودز. الديد موجود، لايف فيش عندي، فيش عندي الا سنو. سنو سنو مش موجوده لسه. هاي السنو موجود عندي. ويند هل في عندي ويند اكس واي ولا ويند ولا فيش داعي؟ ليش؟ متناظر متناظر من اربع شقات. متناظر مش متناظر من الاربع قطع، فمعناته حاله واحده بتكفي. صح، بس من حاله واحده هذه. نعم الحاله بعملها صح. ضاق مع صح مع بعضه هذا بده يشتغل. هي ادي، هي خلصنا زود كيس. طبعا بحط واحد هوني
اساس يحسب لي السيلف ويت للممبرز. حليت هادي ال شو اسمها السكشن بدي اشيلها خلص. حليت الفه شوي انا فريش يعني بس هي عشان تعرفوا انه كيف اصلت اللود. هذا الجزء كله اول شيء ما بديش اتعلم كلير اول. هذا الجزء بده يتسلط عليه الوين ويرد وهذا الجزء اللي ويرد. ما بديش اعلمه كله. انا بدي اعلم هذا النص وهذا بوينت 3 عشان نقدر نعلم نصه. قبل ما اعلمه اصلا لازم اشوف اللوكال اكسس. نيجي على اللوكال اكسس. هاي اللوكال اكسس لوكال اكسس للاريا. هاي اللوكال اكسس للاريا. الزد خارج من النقطة. هاي زد خارج. جزء منه ناقص وجزء منه موجب. هذا بدي ادخله بالسالب مع 0.5 وهذا لازم ادخله بالموجب بناء على ايش؟ على اللوكال اكسس. هذا اول نقطة. النقطة الثانية السهم الأحمر هو اللوكال اكس واحد. أنا بدي إياه كيف يوزع؟ بدي إياه يجي يوزع. بديش إياه يجي يوزع هون لود، بدي إياه يجي يوزع على هذا الضلع وعلى هذا الضلع. باتجاه اللوكال اكس بدي اياه يوزع اللود. ما بدي اياه هذول البريسنج انهم يتحملوا اي بندنج. ايوه خلينا هيك نبدا نسلط اللودز. هي اساين وما اختلفش شيء عن الايش بس هون يونيفورم يونيفورم تو فريم. يعني ينقل لي القوه من الشيل للفريم. هذه اللي نستخدمها احنا. هاي يونيفورم تو فريم. بدي اقول له ويند لود. بدي اقول له لوكال. بدي اقول له 3. وبدي اقول له وان واي. وان واي كيف راح ينقلهم؟ باتجاه اللون الاحمر. هم هي اللوكال زد 3 اللي هو المحور العمودي. هذا المحور اسمه 3. هذا المحور شو اسمه؟ محور 3 هو زد. هلقيت هذا الجزء ثابت قلنا ناقص نص. هاي ناقص نص. ضل هذا الجزء عندي. هذا معقول والله ماني شايف شيء. انا هادي ما شاء الله عليكم. طيب في شيء مش تعلمش خلص. هاي اساين برضو اريا لود يونيفورم تو فريم برضو. بس شو بدها تصير هون؟ بوينت 3 موجب. هاي بوينت 3 موجب وان واي ويند. نجي على السنو هالبيت. لا ما بظهرش بس خلص معروف انه يا بدك يا تو واي بتحطش هذه كلمه الون واي يا اما ون واي. والون واي باي ديفولت في البرنامج باتجاه اللوكال اكس. لوكال اكس اللي هو واحد. هل انت بتجي بعلمها كلها هذه؟ بصير اساين برضه نفس الاشي يونيفورم تو فريم. وبدي على ايش؟ لسنو.
شو بدي اقول له؟ جلوبال، وبدي اقول له جرافيتي بروجكتد. هذه معناها انه راح يصلب اللود بهذا الشكل 1.25، هو بنفس اتجاه الجرافيتي. هاي 1.25 هذا هو. هيك بنكون خلصنا احنا. وين الارقام اللي بالاصفر؟ هذه هذا الريليز. طيب هلا انت بدي اجي اقول له ديفاين لود كومبينيشن ات ديفولت كومبينيشن، بدي اقول له ستيل فريم. اوكي بدي اجي اقول له اناليسيز، ران اناليسيز. بده يسالني عن اسمه، وين موجود هذا؟ هلقيت بجي على الديزاين، ستيل ديزاين ستارت، هيخلص التصميم. ستيل ديزاين فيريفاي اناليسيس فيرس سيكشن، بقول لي كلهم مختلفات، بس جي بسوي رن من جديد. فيش اشي اختلف يعني. هاي ستارت. في الومنيوم بس ما بديش صممت عليه والله. هاي انت بس الحق صمم بستيل. ستة وعشرين كمان رن بده. عشان السكشن الاناليسيس والديزاين يكون نفسه. وهكذا عبين ما يخلصوا يعني. زيد ما هدول. ما بزيدوا قاعدين. خلاص تبقى بين ما يخلصوا، بس مش لازم يزيدوا، بس ليش بزيدوا؟ وانا فكر. ما يخلص. هو مش راح يعني افرق فيه. خلص هذا خلصوا. ليش سوينا هذه الحركة؟ حكيناها بالإيتاس، بديش احكيها ليت. هذا بالنسبة للوبة. هيخلصوا كلهم. اذا صار يزيد فك الاسل وعاود تسوي رن. Thank you.
بقى اسمه لا 20 كل جزء 100 هيك ممكن يكون بهذا الشكل برضو نفس الاشي صح بس في طريقتين الطريقة الأولى إنك ترسم مباشرة على السيلز الطريقة الثانية إنك ترسم على الأوتوكاد إذا كان هو إذا كان هو هيك شوي صعب يعني رح نغلبه إذا كان رسم هذا الشكل تصبح إنه عندما يكون الخاص بهذا الشكل هذا نحن نرسم على الأوتوكاد أريح لك احنا رايحين نجرب الطريقتين نوجه نرسم هذا الطريقتين اول شيء نرسمه مباشرة على الساف ونستدعي من الاوتوكاد بالنسبة للحال في الطريقتين برضو ان ترسمه 3D او ترسمه 3D بس اذا رسمته 2D يكون هذا ما هو الاتجاه الثاني في كمان ترس مسافته قانونها 5 متر شو الأحمال الموجودة على الترس هذه؟ أول شيء السلف ويت له مع الكروجيتيد شيت السلف ويت مع الكروجيتيد شيت السلف ويت الحلو بحسبها بضل عندي الويند لود والسلوت شو بدي أسلط هون يا؟ هلا أسلط السنوك وبدي اسلط الويندلود في عندي بهذا الاتجاه الويندلود في عندي بهذا الاتجاه خلينا نفترض انها هذه خلينا نفترض انها عبارة عن 1.5 كيلو نيوتن الوين ويرد اللي ويرد خلينا نعتبرها 1 كيلو نيوتن على الصوت هذه خلينا نعتبرها 1.2 كيلو نيوتن على الصوت واللي صار راح تكون خلينا نقول انها 3 كيلو نيوتن عصب على كل جوينت هذي واضح؟ معناته شو بدنا نسلط بس ويند لود مره واحده وصلت هذا اذا بدك ترسمه 2D اذا بدك ترسمه 3D بدك ترسم بين التراس والتراس النن شيء النن هذا الاليمنت اللي رسمناها وتعطيه ايش؟ تعطيه ديستريبيوتد لود وهو بده ينقل شو بدك يا صفا؟ مسجل يا امير؟ مسجل الشكل هذا بدي اسجل سوى له هوز ولا ايش؟ تعال تصل بدك تشوف قلت احنا يعني خربطين لنا معنا بالجريد عشان اقدر اشوفه برجع الفيو هون بقول له 2D فيو انا رسمه بالاكس زد شوفوا قديش البعيد انا بصليش حاطه هذا خلص بعدلها هاي اديت جريد موديفاي انا بالزد عندي 9 بدي اقول له 3 يا اخي بلاش 9
عشان تصيرها أقرب. خلص هذا هذا خلص زي الباقي جاهز يعني، بس بضل علي أصلة اللود وهذا. إذا مثلا حبيت أسوي له 3D أنا بربليكيت، هاي بيجي بعلم بهذا الشكل، بيجي بقول له إديت وين الربليكيت، هاي الربليكيت بسألني عن نمبر بقول له 4 بسوي المسافة قديش حطنيها بالواي 5 هاي 5 هذا هو هاي 3D. تقدر توصلهم هذولا تقدر تربطهم بسهولة يعني، في عنا امر اكسترود سهل يعني، تجي تعلم النودز هذه كلها بس ما يعلم لكش اكتر من نود، او ترسمها وتقول له ربليكيت نفس الاشي. شايفين كل الحق عليكم. وبتعلم برضو هيك يعني مرة واحدة من هوني لهوني. بس ليش الشاشة صغيرة هذي؟ برضو بتعلم هيك، ليش قاعد يعلمهم واحدة واحدة؟ بس كلهم يتعلموا. كيف بدناش نعلمهم كلهم؟ 2D خلص معناته ديفاين. احنا قلنا له 2D ولا لا؟ قلنا له 2D قلنا له 2D اكسس. مفروض خلص نقدر نعلمهم. يا خسارة هاي خالص. المهم الفكرة زي ما تفضل محمد. طيب هو في برضه كلامك فيه منه مش ربليكيت، في عندنا اكسترود. اكسترود بوينت، وين اكسترود بوينت؟ اكسترود بوينت حتى لو علمنا المنبر بيأثرش. طيب اكسترود بوينت تو فريم، بضغط عليها بقول لي شو هو السكشن، ببقى معرف الاوتو هذا بقول له بالواي. بالواي قديش المسافة عندي؟ 5. النمبر 4. وبرضه بقدر اعلم المنبر واسويهم ايش؟ اريا. بقدر اعلم المنبر هذولا واقول له ايديت، اكسترود مش راح تكون شغاله، اقول له اكسترود لاين تو ايش؟ تو اريا، برسم لك الياء بتسلط عليها اللود وبنت الموضوع. وران واناليسيس زي القبه بالضبط. بديش احط شيء يا حبيبي. معلمين نقطة معناته احنا هذه معلمة، اخر نقطة معلمة، هذه اخر ترس معلمة. يلا بلشوا. لوت هاي القبة شو ليش عيده؟ والله حد علمي لك، حد علمي لك.